أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن. وشدد المصدر على أن بشاعة العمليات الإرهابية واستهدافها البشرية واستقرار العالم تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في مصر في جهودهم لمكافحة الإرهاب والعنف الذي يستهدف أمنهم وسلامة أبنائهم. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.